بعد كده لحد تاني اعتاد ان هو كل مره بيطلع في الاعلام معاه شنطه الادعاءات الكاذبه كده، انا لازم افتحها ونبدا نشوف هنطلع منها ايه النهارده. كابتن عفت نصار اكتر حد ممكن في اي حلقه بيظهر فيها تطلع من كلامه كم كبير جدا من الادعاءات والكلام الباطل على النادي الاهلي. والاستاذ اسلام صادق في استضافته ليه قال له في بداية الحلقة: أنا بحب جدا كلامك وبحب تصريحاتك. والله من أول ما قال له كده وأنا عرفت الحلقة رايحة لفين. كان عنده كلام غريب جدا، نروح نسمعه ونرجع نعاقب. كابتن كان بيجي اسمعني فترة من الفترات، احسب الفترة، احسب ما بتاخدوش ولا بطولة، بتقعدوا ده انتوا قعدتوا من ثلاثة مين ده؟ يعني وأنا بلعب؟ لا ما كنتش بتلعب، بس لا انا هكلمك على الفتره بتاعتي انا 93 لغايه 2000. انا بتكلم على الفتره لا انا هكلمك على الفتره دي موجود فيها. لا انا هكلمك على الفتره دي، انا محتكر كل انا ما كنتش موجود في الفتره دي. انا كنت موجود في فتره من 86 من 86 لغايه اخر 95، وبعد كده خرجت احتراف بره. حلو. الفتره دي الاهلي اخد بطولتين الفتره دي كلها. انهي فتره؟ اللي هي من 86 ل 95 الاهلي اخد بطولتين بس، دوري 87 88 90 اتلغى، 89 اتلغى، 90 خدوا الاسماعيلي، الزمالك خد 91 92، فاهمني؟ ففي فتره الاهلي ما كانتش فيها حاجه. ايه العظمه دي؟ يعني كابتن عفت نصار اتكلم ان الفتره ان النادي الاهلي كان بياخد فيها بطولات وهو مش موجود، انما لما كان موجود النادي الاهلي في فترته اللي قال عليها من 86 ل 95، وده مش حقيقي لان كابتن عفت نصار كان في فريق نادي الزمالك في دوري 96 97. في الفتره دي كلها خلال تواجده في الملاعب كابتن عفت بيليه، النادي الاهلي ما حققش غير بطولتين فقط. يعني انا مش متخيل حد يتجرأ انه يقول التصريحات دي على النادي الاهلي. بطولتين ايه اللي النادي الاهلي خدهم في السنوات دي؟ تقريبا كابتن عفت نصار بتقع من ذاكرته سنوات كامله، وتقريبا بيشوف الحاجه زي ما هو حابب، بس مش هنسمح لك للاجيال اللي بتتفرج وما تعرفش الكلام ده انها تعتقد ان كلامك ولو للحظه يدخل في نطاق الكلام الصحيح. بطولات الاهلي خلال تواجد كابتن عفت نصار بنادي الزمالك 18 بطوله، 18 بطولة. أنا أول مرة أشوف حد يسقط 16 بطولة. 5-6 دوري مصري، 5 كأس مصر، دوري أبطال إفريقيا، 2 كأس الكؤوس الإفريقية، كأس الأفرو أسيوية، كأس العرب للأندية أبطال الكؤوس، بطولة للأندية العربية أبطال الدوري، وكأس السوبر العربي. 18 بطولة يا كابتن عفت، بقوا بطولتين. ده ازاي ممكن انسان يحسبه الا لو هو بيتعمد الكذب على النادي الاهلي؟ وانا غالبا بحب انتقي الفاظي، ولكن حضرتك فعلا بتتعمد ده في كل مرة، وللأسف الاعلام بيشجع ده وبيشجع المغالطات دي. حتى لو التوضيح حاول اسلام صادق، لان الموضوع مش منطقي ابدا فكره بطولتين دي، حاول يعقب او يدخله بشكل مختلف، ولكن كان التعقيب بشكل مجرد ذكر لبعض البطولات. ولكن النادي الاهلي بطولاته اكبر من ان حد يقدر يفتري او يكذب عليها. حابين بس نوضح ان حتى لو كان الكابتن عفت نصار كان لاعب جيد جدا وله كل التقدير والاحترام كلاعب، ولكن احنا هنا اي تناول او بينول النادي الاهلي او بكلام بيطلق على النادي الاهلي من حقنا ان احنا نوضح الصح فين والحقيقه فين، لان الكابتن عفت نصار اكيد ما حدش يقدر يغفل تاريخه كلاعب سواء مع نادي الزمالك او حتى مع النادي المصري اللي حقق البطوله الوحيده للنادي المصري في 98. ولكن حتى لو كنت تقصد يا كابتن عفت ان هي المسابقه الدوري العام او اللي هي المسابقه الرئيسيه في الدوله المصريه، فحابب اقول لك ان النادي الاهلي زي ما استعرض فارس حقق 6 بطولات، ومفيش لاعب في تاريخ نادي الزمالك او في تاريخ اي نادي منافس قدر في حقبه زمنيه او في فتره زمنيه يكون حاصل على بطولات اعلى من البطولات اللي حققها النادي الاهلي سواء محليه او عربيه او افريقيه. ده بس كان للتوضيح. ولكن نقطه كمان مهمه جدا الكابتن عفت نصار تطرق ليها في فكره التاجيل وعدم التاجيل، كان في بدايه الحلقه ضد فكرة التأجيل إطلاقا، ولما تعرضنا أو تعرض إسلام صادق الزميل إسلام صادق معاه لفكرة مباراة الأهلي والزمالك اتكلم على سكة إن كان المفروض يتم تأجيل المباراة لإراحة الفريقين عشان مباراة أفريقيا، وكأن الكابتن عفت نصار في بداية الفقرة غير الكابتن عفت نصار في منتصف الفقرة. لكن الأهم إن هو استشهد
بدوري 89 90 اللي تم الغائه عشان صعدنا لكاس العالم، وقال ان برغم ان نادي الزمالك كان فرق كبير جدا عن النادي الاهلي، الا اننا قبلنا الغاء الدوري. نشوف فيديو الكابتن عفت نصار ونرجع نعقب عليه. مين اللي راعى حقوقه الاكثر؟ الاهلي اللي راح الاستاد ولا الزمالك اللي فيه ظروف قهريه وفقا لكلام مسؤوليه في ظروف قهريه؟ انا بقول لك ما فيش ظروف قهريه ولا حاجه. انا نادي الزمالك، انا كانت هي كلمه واحده، انا مش رايح العب، خلاص الموضوع انتهى. ليه؟ لان انا عندي مهمه. ظروف قهريه يا كابتن، يعني احنا لما جينا سنه 90 واحنا فرق كبير جدا عن الاهلي في الدوري، وجي كابتن الجوهري قال لك ستوب ما فيش دوري، انا محتاج المنتخب اعمل بيه واعده لمنتخب مصر، بديت ايه؟ زمالك واهلي ولا ايوه، بس هو ما فيش استعداد دلوقتي. أيوة لا عندك ازاي؟ يعني انت كنت شايف ان كان لازم يتاجل بالظبط كده. طبعا احنا اسفين يا كابتن عفت، ما كانش ينفع نعدي النقطه دي طالما اتكلمنا فيها، لان ده بيرسخ لفكره ان ممكن اتحاد الكره يكون الغى الدوري مجامله لنادي الاهلي، بما ان كان الفارق لنادي الزمالك. فحبينا نفكر حضرتك، والموضوع موجود على النت بشكل مباشر جدا، اكتب بس الدوري ده هتعرف زي ما يستعرض عمارة كده مين اللي كان متصدر الدوري تقريبا انتهى. ودي طبعا من صفحة الكرة، شبكة الكرة المصرية، واضح فيها مين متصدر الدوري، هو النادي الاهلي برصيد 34 نقطة. كابتن عفت، يعني الموضوع مش زي ما حضرتك بتقول خالص، ان الزمالك كان متصدر ولما اتحاد الكره قرر الغاء الدوري فاحنا عشان الكره المصريه قبلنا الموضوع ده. لا، الحقيقه مش كده، النادي الاهلي هو اللي كان متصدر، والنادي الاهلي كان الاقرب للحصول على درع الدوري، ولكن النادي الاهلي اعلى مصلحه منتخب مصر اللي بيشارك بعد غياب طويل جدا في كاس العالم 90. عايزين بقى نروح لكلام تاني ذكر في نفس الحلقه، وكلام في رايي خطير على جانب اعلامي وعلى جانب الكلام اللي اتقال نفسه. طبعا قبل مباراة الزمالك والترجي اللي شغالة دلوقتي، أنا عايزكم تقارنوا الأداء الإعلامي الخاص بالنادي الأهلي اللي ما كانش فيه أي تطرق لنادي الزمالك أو أي أحداث أو أي حاجة قد تؤدي لتعرض نادي الزمالك لأي خطورة لما يسافر يلعب مباراته في تونس، وده عهدنا بإعلام النادي الأهلي. ولكن كابتن عفت نصار قبل المباراة بيتكلم في مع إسلام صادق في فكرة الخسارة بخمسة من سان داونز، وحقيقي مش فاهم هل ده نوع من أنواع الدعم المعنوي ولا غرضه إيه ولا فكرته إيه. ورد حتى إسلام صادق قال له إيه المشكلة، ما أنتوا خسرتوا بالخمسة قبل كده، بس عايزين نشوف الكلام اللي اتقال نتج عنه إيه. نطلع للفيديو ونرجع نعقب. طيب ما زي ما الاهلي اتغلب خمسه، لا بس احنا انتوا اتغلبتوا خمسه من كتوكو. لا لا احنا اتغلبنا من كتوكو، احنا اتغلبنا 5-2 وكنا كسبانين 2-0 هنا. 5-1 يا كابتن. 5-1 5-1 وكنا كسبانين 2-0 هنا. بس احنا كان عندنا مدرب كان فاكر ان هو بيتعامل مع محترفين، كان باركر الانجليزي. كان فاكر ان هو بيتعامل مع محترفين. الراجل ده كان بطل 12 لعيب وجه طلب، كنا عندنا معسكر في يوغوسلافيا، فجه قال على 8 اسامي بعد ماتش كوتوكو، ما نروح ماتش كوتوكو ونرجع لمصر يقدموا قرارات اعتزال. الثمانيه دول فيهم 6 بيلعبوا. اللي هم مين؟ اللي هم الله يرحمه كابتن ابراهيم يوسف، كابتن جمال عبد الحميد، كابتن بدر حامد، فاروق جعفر. كابتن فاروق لا كان بطل، كان بطل كابتن فاروق. مجموعه يعني الله يرحم الجميع يعني اللي مات واللي حي، ربنا يديله الصحه والعافيه. يعني بس انا بتكلم الزمالك، يبقى بناء على كلامك الزمالك خسر من كوتوكو بالخمسه في غانا بمؤامره اللاعبين على المدرب. ما تحسبهاش مؤامره، فوتوا الماتش. لا لا مش موضوع تفويت ماتش، موضوع ان انا اسمعني كده. اسمع، انا واحد بفكر في مستقبلي دلوقتي، انت جيت قلت لي انت اخر مباراه ليك دي، انا ممكن ادي المباراه بس مش اديها بنفس القوه. طيب والحماس اللي احنا بنقوله. انما احنا اتغلبنا الخمسه دي، انما الاهلي اتغلب الخمسه وهو كان فول تيم وبيجروا وبيعملوا كل حاجه. لسه قايلين يا كابتن من ان في حاجات إن ايوه في حاجات تحصل يعني وحاجات ما تحصلش. مباراه كوتوكو ديت انت بتعترف ان اللعيبه كانت مفوته الماتش. مش مفوته الماتش، ما هو كده كده لعيبه. بص، لعيب اتقال له قبل المباراه باسبوع اني هيصعدوا مجموعه من الناشئين ويعتمدوا عليهم. النادي. ما مصلحه النادي فين؟ ما فضلت اهي هزيمه تاريخيه. انت لسه من شويه بتقول احمد فتحي هيقارن بين الفلوس اللي هياخدها في الاهلي او بيراميدز ويروح على حسب، فين النادي؟ كلام خطير جدا 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 لو تعلمون.
كابتن عفت نصار بيتكلم عن هزيمة كتوكو لما تقال له طب ما الزمالك خسر من كتوكو، فهو عايز يصنع الفارق بين هزيمة النادي الأهلي وهزيمة نادي الزمالك من كتوكو. فراح قال إيه بقى؟ قال إن اللاعبين كانوا بما معناه متخاذلين، لأن هم عارفين إن هم هيمشوا أو باركر هيمشيهم بعدها. ورد كابتن جمال عبد الحميد رد ما نقدرش نذكره هنا في استنكار للكلام اللي اتقال، ولكن أنت تخيل إن عشان تبين إن الهزيمة دي أفضل أو إن الهزيمة دي مختلفة اتهمت كل اللاعبين الموجودين بالتخاذل، ورجع قال لا ده مش تفويت، ده في قاموس النادي الأهلي شيء سيء جدا. معرفش القاموس اللي انت بتتعامل بيه بيكون شكله ازاي. حابب اقول حاجة، المباراة دي كان نجوم الزمالك اللي فيها كابتن عادل المأمور، كابتن بدر حامد، خالد جلال، هشام ياكن، اسماعيل يوسف، احمد رمزي، ايمن يونس، حماد عبد اللطيف، محمد حلمي، عفت نصار، وجمال عبد الحميد، وكابتن طارق يحيى. اعتقد اسماء كبيرة جدا اللي اتقال، هم لهم حق الرد، ولكن فكرة ان انت كمان خدت الكلام ورحت لأحمد فتحي والحديث عن ان اصل هو بيتفاوض يبقى ده تشبهه بموقف انت ذكرته بالشكل ده، اعتقد ده شيء مرفوض. ولكن حابب اقول لك ان البطولة اللي خرج منها نادي الزمالك بالخسارة بالخماسية من كتوكو، فاز نادي الاهلي في الدور اللي بعدها على كتوكو، مجموع اللقاءين كان 2-0 و2-1-0، وفي النهائي النادي الاهلي طبعا نهائي الشرهير امام الهلال السوداني توج بالبطولة. فأعتقد يا كابتن عفت من كل النواحي كان الكلام ده مش مفترض حتى أنه يقال، ولو أنت عايز تقوله في حديث بعيد عن النادي الأهلي خالص ما كانش ليه لازمة أنك تذكر النادي الأهلي. أعتقد يا كابتن عفت مراجعة رسالتك الإعلامية شيء مهم جدا جدا جدا. هو إحقاقا للحق يا فارس، هو يعني الكلام عن مباراة كتوكو كان الكابتن عفت سبق وكلم فيه قبل كده مع الكابتن إبراهيم فايق من سنتين تقريبا، ولكن هو يعني استشهد بمباراة صن داونز وحاول يوضح الفرق، فالموضوع ما كانش في سكة ان هو بيتكلم على صن داونز فنقل لكتوكو، لا هو كان عنده القناعات دي. لكن الحقيقة فارس استعرض النجوم نادي الزمالك اللي لها مننا كل تقدير واحترام، النجوم دي معظمها اعتزل بعد التسعين، يعني لعب سنتين ثلاثة مش 10 ايام او 7 ايام. ده حقيقي بالظبط.